أنا اللي كاتب الورقة ديت. طيب يا شيخ ماجد، في القرآن الكريم الله سبحانه وتعالى يقول: ألم ترى أن الله يزجي سحابا فيؤلف بينها، صح؟ اوكي، ومن ثم الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم في معنى الآية الكريمة: ألم تر أن الله يزجي سحابا فيؤلف بينها فتصبح ركاما فيخرج منها ودقا. طيب، قبل 1400 سنة يا أستاذ مازن، هل كان البشر يكتشفوا ما بين السحاب؟ ايه اللي ما بين السحاب؟ ايه اللي ما بين السحاب يا استاذ؟ مش فاهم. الله سبحانه وتعالى يقول بالقرآن الكريم: ألم تر أن الله سبحانه وتعالى يزجي سحابا فيؤلف بينها فيخرج منه ودقا، اللي هو المطر، صح ولا لا؟ دي حاجة مش منظورة بالعين، ان السحاب بيخبط في بعضه وبينزل منه مطر، يعني دي مش منظورة بالعين يعني؟ يا أستاذي، مش السحاب ما بيخبط في بعضه، بس أنا بسألك، هل قبل 1400 سنة، دي حاجة مذكورة عندي بالقرآن، أنا كمسلم مؤمن فيها، إن الله سبحانه وتعالى هو اللي بينزل المطر، أداني آية إن الله سبحانه وتعالى بيزجي سحابا فيؤلف بينها فيخرج منها ودقا اللي هو المطر، هل كان الإنسان قبل 1400 سنة يقدر يكتشف ما بين السحاب؟ فين اللي اكتشف ما بين السحاب؟ ألف ألف هو الآية ما بتقولش إن في شيء ما بين السحاب هو اكتشفه، بتقول لك إن في سحاب بيدخل في بعضه بينزل منه مطر، ودي شيء وده شيء يرى بالعين، مش محتاج طيب، أي شيء يعني. ما هو شوف، العلم هذا جانا قبل 1400 سنة، فين ما كان العلم؟ عندنا فين لا العلم؟ ده حاجة ميكروسكوب. ترى بالعين المجردة يا أستاذ، فين العلم؟ فين الشيء المعجز هنا؟ مش شايف أنا أي إعجاز من أي نوع. لا، خليني أوصل لك الفكرة، يعني قبل 1400 سنة كان عندهم ميكروسكوب. فين الداعي لدوت؟ احنا مش محتاجين اي شيء، احنا بنرى باعيننا يا أستاذ السحاب ونرى مازن، المطر أسألك ينزل سؤال. منه. أستاذ مازن، قبل 1400 سنة كان في ميكروسكوب يقدر الإنسان يكتشف بين السحاب. يا سيدي ما كان في مش محتاجين طيب، مايكروسكوب عشان نشوف ان المطر بينزل هل من الكلام، السحاب. اسمع، هل الكلام هذا صناعة بشرية مثلا؟ اه، صناعة بشرية 100%. اتفضل قول لي طب شيء ايش واحد مش عرف، بشري فيه. طيب يا استاذ مازن، ايش عرف الانسان قبل 1400 سنة؟ لان القرآن جاء قبل 1400 سنة، ايش عرف الانسان انه في السحاب، في السماء، وين السماء من يا استاذ مازن، ايش يعني هذه؟ ايه سماء يا استاذ؟ يعني ايه سماء بس؟ المصري هذا والبخيتي يشتوا لهم نيك نيك، يعني يا مبتسم، يني وقف وقف يا ابو محمد، مبتسم نزله. هذه الاخلاق اللي ندور نعالجها، عشان هذه نعم، الحالات المعتوهه يعني. دي يا حالات وهيب معتوهة تفضل فعلا. تفضل. انا الاستاذ مازن، يعني السؤال حقي يمكن ما وصله بشكل كويس، انا بقول له في كلام في القرآن الكريم موجود قبل 1400 سنة يستحيل على الانسان انه يكتشف السماء وكيف بتتكون السحاب وكيف بينزل المطر، يعني الكلام هذا مو كلام بشري. يا اخي مين جاوبك يا اخي؟ تبغى الصراحه وتبغى الصدق؟ الرجال جاوبك، قال شيء منظور بالعين كلنا نشوفه وهذا الواقع، رغم اني انا لست ملحدا وانما مسلم، طلعت اسال زيك، بس اسئلتي قد ربما طيب تكون غير اسئلتك. طيب قال لك قدامنا، يا مو ابو صحيح علي، السحاب تنخرط يا ابو عن علي، هذا يا السحاب، ابو علي، السحاب يا ابو تنخرط علي، كيف قدامنا. تقاطع يا ابو علي؟ احنا عندنا نظام البث ينزلك فورا اذا قاطعت، رجاء، بس هذا انا ما بنزلك، فرجاء لا حد يقاطع ما دام في شخصين يتحاوران، بليز. أنا أترك الحديث يا أبو محمد لشخص ثاني عشان أفهم، يعني مازن لسه أنا أول مرة قابله وما طيب اقتنعت خلينا بالكلام. نسمع معزوفة يا طيب أبو مهيب، شوف يا خلينا نسمع استاذ، معزوفة، أعطوه مجال. مهيب الركن، نحن نرى بالعين المجرده حركه السحب، ونرى ان السحب منها تنزل الامطار، لسنا بحاجه الى اي علم متقدم من اي نوع، بحاجه فقط ان يكون لدينا حاسه بصر ونرفع عنقنا للاعلى لنرى هذا، ما فيها اي اعجاز من اي نوع ولا فيها اي علم من اي نوع. اوكي طيب معزوفة، تفضل يا معزوفة، الوقت عندك. معزوفة تفضلي. السلام عليكم. السلام عليكم، تفضل أنا راح أتكلم عن النقاط اللي الأولى، تفضل بس طلع بدون الأخ شخصية. المالكي. نعم، تفضلي خذي راحتك بس بدون شخصية، تفضلي خذي راحتك. لا، أكيد أكيد. بالنسبة للأخ اللي طلع قبل شوية يتكلم عن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، الأخ المالكي يقول إنه قال الرسول: يكون المسلم زانيا عادي أو يكون سارقا عادي، بس لا يكذب. هذا حديث غير صحيح. الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: هل يكون المسلم كاذبا، هل يكون المسلم بخيلا؟ قيل نعم.
قال هل يكون المسلم جبانا؟ قيل نعم. قال هل يكون كاذبا؟ قيل لا. هذا أول شيء الحديث. ومن تبوى علي الرسول صلى الله عليه وسلم قال من تبوى علي حديثا كذب فله مقعد من النار. يعني اللي يطلع يتكلم عن الأحاديث تكون صحيحة أو لا، أو يقول بمعناها. هذا أول شيء. سؤال أحد الأخوة اللي هو اسمها رثاء الشهيد أو حاجة زي كذا، عن هل آخر هل في توجد صورة قرآنية تثبت انتهاء العالم؟ نعم، وهي صورة القارعة موجودة في آخر جزء عما، كلنا حافظينها. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة بمعنى الآية، يوم تكون الجبال كالعصف المبثوث وتكون، وإلى نهاية الآية إلى نار حامية. هذا التنفي وجود الكون بعد قيام القيامة. لا ارجعي ارجعي يا معزوفة، لا حد ينزل يا شباب، أرجوكم ما تخلوني ألقي الأشراف على أبو محمد. لا لا أبو محمد. لا بنرجع ما في حد ينزلها. ارجعي يا معزوفة، أنا بعطيها أشراف، لا حدا ينزلها، من حق أي صوت أنه يتكلم، نحن الآن نكمم أي فه هنا بليز. ما في غير أنا ورتش بس ما مشرفين هنا الآن. لا في معي 30 مشرف يا أستاذة، مش مشرف واحد، 30 مشرف عندي، أنا ما أخذ من الجانبين. يا معزوفة ارجعي لو سمحتي. معزوفة كانت عندها ما ادري بس انا هو النت ولا حد نزلها، لا حد ينزل، لازم نسمع كل الاصوات. تم رفض المزاء. طيب ممكن نسال كذا يا ابو محمد، البنت دائما ينزلوها، ليش تنزلوا معزوفة؟ لا ليش دائما البنت يتم تنزيلها؟ ليش الرجل ما بينزلوش؟ تم طعم التنزيل، ما نزلتش انا من نفسي. طيب انا بشوف اللي نزل. تفضل. لانه في صورة القارعه تنتهي العالم، القارعه ما القارعه وما ادراك ما القارعه، يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش، الى نهايه الايه بنار حاميه. هذه تنهي الكون بشكل عام. النقطه الثالثه اللي انا دائما اشوفها في النقاشات، يقول لك لماذا يقطع يد السارق؟ لماذا لا يقطع يد السارق؟ وليس السارق يفسد في المجتمع ويضر الفرد والمجتمع؟ لماذا احنا نحس ان صوره السارق لا يقطع؟ لماذا المراه الزاني لا تجلد؟ نحن كيمنيين نحن نحمل ديانات مسيحيه يهوديه ملحدين، لكن من يرضى ان يعطي المراه حريتها في الزنا؟ يقول لك اذا في النقاش اللي سبق، اذا المراه راضيه مع رجل تخرج معه عادي لا يطبق عليها الحد. احنا كيمنيين مين اللي يرضى ان حرمه تخرج تزني وترجع عشان يدخل في العلمانيه؟ هذا امر مرفوض نهائي، مرفوض مرفوض. اليهودي وهو يهودي عندما انتقل من اليمن إلى تل أبيب، خرج ومرض زوجاته وبناتهم لابسات اللبس اليمني اللي هو العباية والبرقع هذا أول شيء. بالنسبة للسرق، إن في اليمن يطبق تقطع يد السارق، بالعكس إحنا في اليمن العلمانية في السارق ما شاء الله طلعنا السارق إلى أعلى المراتب، السارق مع السيارة وشاصات وحراسة وبيت ورصيد في البنك، لأن لم نحاسب السارق في اليمن لعب باليمن بهذه الطريقة، سرقة المواني، سرقة الأراضي، سرقة المدارس، حتى بني آدم سرق داخل اليمن نفسها، لدرجة أن المدرس غادر اليمن والمحامي غادر اليمن والصحفي غادر اليمن بسبب السرقة اللي يدعو العلمانيين لها. يعني النقطتين اللي مركزين عليها السارق وحرية المرأة، هؤلاء إذا أعطوا الحرية فسد المجتمع وتأثر الفرد. لكن يا أستاذة معزوفة، اللي طرد اليمنيين هم اللي يحكمون بالدين، الحوثيين والمقاومين. تفضلي. لا لحظة، ما هم علمانيين، هؤلاء هم ضد العلمانية، الحوثيين ضد العلمانية. تقول يطبق العلمانية بأنه ما نقومش حد يد السارق، يعني ما نقطعش يد السارق. هو في اليمن ما نقطعش يد السارق، واليوم السارق في القمة. هل طبقت في اليمن أساسيات الإسلام؟ لو قطعت يد السارق في اليمن ما وصل الحال إلى هذا. ولا العلمانية طبقت يا أستاذ مزهور، لا الإسلام ولا العلمانية. تفضلي. أيوة، بس اللي طالب في العلمانية، لأن في اليمن يقيم الدين الإسلامي، اليمن لم يقم فيه دين إسلامي بحذافيره، ولا ما وصلنا إلى هذا الحال بين أغنى دول العالم، إحنا أفقرها، وين طبق الإسلام؟ ما هم مطبقين العلمانية، هم أحسن منا يعني حالا وكل شيء. مطبق العلمانية لكنه لم يدافع، لم مطبق العلمانية يقول الناس يسرقوا وخرجوا يسرقوا. لا شوفي يا أستاذة، مطبقين العلمانية لا حاربوا دين ولا حاربوا مسلم، بالعكس في واحد مسلم وصار رئيس اسكتلندا وهو مسلم يعني. تمام. وحتى في يمني مسك البلدية في بريطانيا أو في أيوة أمريكا. بس هل تمام. في اليمن هل في اليمن نسمح لواحد مسيحي يكون رئيس؟ طب اسمع يا أخ محمد، العلمانية فضل. اليوم اللي تسأل في اليمن كل كلام البخيتي في العلمانية، لا تقيموا الحد على المرتد، لا تقطعوا يد السارق، اتركوا المرأة على حريتها. بالله هذا علمانية؟
هذا اللي احنا نطلبه في اليمن. طيب الشيخ عدنان قال هذا الكلام، هو وهو عالم ديني. الشيخ عد كلهم هذا اللي خرجوا، انتوا قلتوا خرجوا من اليمن، احنا نتكلم بالشكل لا لا لا، هو مش يمني معروف، اكتبي عندك اسمه. طيب خلاص، طيب هذا العلماني في اليمن انه خلوا السارق على راحته وخلوا المرأة على راحتها. طيب احنا وش استفدنا في اليمن اصلا؟ طيب ايش رايك، ايش رايك في الحكم الديني اللي يحكم سنه، هو افضل من العلماني؟ الحوثي لا للدين ولا له مله ولا للعلمانيه ولا للشرعيه ان حد انتخبه يطلع. طيب احنا بنقول علمانيه وما نشيش اكثر من العلمانيه. لا لما تقولوا لي طبقوا العلمانيه كأنه في اليمن مطبقين الاسلام، احنا مش مطبقين الاسلام اصلا، على اساس انه كل الدول العربيه مطبقه الاسلام، هاي كلها دول علمانيه نكون مثل نكون زي دبيبه. اقل شيء حافظ الفرد والمجتمع، المملكه العربيه السعوديه دوله مسلمه، الامارات دوله مسلمه، قطر دوله مسلمه. طيب لكن الفرد له احترامه. طيب نكون زي الامارات بس اوكي احنا راضين يعني ما عندنا مشكله. نقول هؤلاء كلها ما هيش جمهوريه، احنا اصلا الجمهوريه أنا اتكلم كحكم مدني، ما اتكلم عن كحكم مدني. ما بتقوم لان كل واحد يطمع في الكرسي ياخذ اللي يطلع له من النص ويرحل من البلد. لا بالعكس، هذا الجمهور اليوم في الفتره هذه البسيطه كم حكمونا في اليمن؟ في فتره بسيطه في كل محافظه رئيس. طيب هذا لما كل واحد يسرق على راحته، كل واحد يسرق الميناء، يبيع السفينه، يبيع الحرب عندنا في الحرب الدينيه، الدينيه يا استاذ. يا اخي الدين في اليمن لكي يوصلوا للسياسه، نتكلم بالصدق. الحوثي طلع على الدين لكي يوصل للسياسه. استاذ معزوق، لما يكون معه لما يكون الحين في اليمن متعاطفين دينيا، الشخص لما يطلع معه دين الناس تندفع معه، اما يطلع سياسيا كذا الى السياسه ما حد يتعاطف معه. تعاطفت الناس مع الاصلاح لانهم كانوا من باب الدين، تعاطفت الناس مع الحوثي واللي اغلبهم يكونوا مساكين، تعليم بسيط، تفكير اقل شويه، فتبعوه. احنا في اليمن عارفين نقطتنا الدين. طيب هل تسمح لي يا معزوفه؟ اذا انت لا تسمحي انه يرد عليك مازن او يرد ترد عليك ملاك، لا تسمحي. لا والله مازن ليس يمني ومش اختصاصه انه شرعي. طيب ملاك اوكي، ملاك ترد عليك ملاك في اليمن. راح اتوافق انا وملاك ان الانسان يعيش في بيئه محترمه. يا استاذه انا عندي سؤالين بس، والله سؤالين مش في اليمن، في سؤالين في كلام حضرتك. انا عندي سؤال بس عشان عايز افهم، هل حضرتك تعتقد يعني ان المراه ملك لاخوها او ابوها او زوجها؟ هل المراه ملكيه له؟ وهل الاسلام إيه؟ وهل الاسلام كتب ان المراه ملك؟ لا لا لا، حديث او نص ان المراه ملك. حضرتك بتنتقدي على البخيتي لما المراه خرجها الاسلام من العبوديه وجعلها زوجه. انا ما بسالش عن المراه في الاسلام، انا بسال عن الانبياء. كيف خرجها من العبوديه يا معزوفه؟ كيف خرجها من العبوديه؟ والسيده خديجه كانت تاجره، السيدة خديجة كانت تاجرة، أي عبودية تتحدثي عنها؟ السيدة خديجة كانت تاجرة، كان في شاعرات، كان قوم قريش يا معزوفة خليني أكلمش، كان قوم قريش إذا دخلت امرأة عليهم قاموا احتراما لها، أنت متخيلة أن كانت المرأة في عهدهم؟ كانت تاجرة، كيف؟ طيب وخديجة ننكر أني تاجرة؟ ننكر تاريخنا؟ لا ما هي كانت تاجرة، لو فعلا كانت، أين العبودية؟ طيب وين العبودية؟ العبودية اللي بتتكلم عليها أن المرأة كانت تؤسر وتبيع كعبدة. وليس يطبق عليها اسلوب الحياة. طيب ما هي لحد الان في اليمن، لحد الان في اليمن الجبل الشفيقه انه بيتم بيع البنت لحد الان، ما نتكلمش قبل 1400 سنه. لحظه، لحد الان يا معزوف يتم بيع البنت في اليمن؟ هل العيب في الاسلام ولا عيب؟ معك دليل؟ لديك دليل انهم كانوا يدفنوها؟ لديك دليل؟ لو كانوا يدفنوها ما استمرت العمليه، لو كانوا يدفنوها ما وجدنا دليل. لديك فوضى يا دبل اي، ما نبغى فوضى لو سمحتوا، خلوا الثنتين واحده مكرون ثم تنتهي الاخوه. طيب لحظه، انت فهمتيني العبوديه انه تفرض عليها سيطرتها؟ لا انا بتكلم عن العبوديه الشراء فيها، والاسلام كفل لها وراثه. طيب والبنت اللي في البنت اللي في اب اللي باعها ابوها ب 2000 سعودي، هذا شخص استخدم الدين، لازم الاسلام بريء. يعني انا لما اكون مخطئه هل أسرتي تتحمل خطأي ولا أنا أتحمل خطأي؟ أتحمل أنا خطأي؟ تحمل البنت اللي عمرها 5 سنوات خطأها؟ لا أبوها يتحمل. نقول لها أبوش ما فهمش الدين؟ أبوش متأسفين لاغتصابش وبيعش، أبوش لم يفهم الدين فعلا. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما علي يريد أن يتزوج على فاطمة رفض، قال هذه فاطمة بنت محمد، يعني حق، يعني فاطمة لديها حق بينما نحن ليس لدينا حق. كذا تتبع السنة؟ لا احنا نتبع السنة. وقال لو سرقت فاطمة لقطعت يدها. طيب خلوا بعد فتكمل، كمل يا مزوف. يعني العبودية في اليمن لا أقصد فيها العبودية تشتري فيها، إحنا محرومين من التعليم، في دول كثير محرومة من التعليم، إحنا مرست علينا اسم السياسة باسم الدين، والآن نسفتوا لي الإسلام. يعني اللي تغير في اليمن الإسلام ولا الأشخاص؟ تغير في اليمن الأشخاص. ما نبغى الجماعة الدينية، ما نبغى الجماعة الدينية بس، هذا هو. طيب خاص قوانين، تسرد قوانين. نبغى ناس مدنيين يحكمونا، ما نبغى الدينيين بس، هذا هو. ممكن السؤال الثاني المعزوفة؟ بس أنا عشان طلبت سؤال
السؤال يعني توقف عندك يا استاذ مال. حضرتك بتقولي ما في ما في حد طبق الاسلام، مين طبق الاسلام بطريقه صحيحه؟ طيب هل العيب مين طبق الاسلام بطريقه صحيحه؟ هل العيب في الاسلام ولا عيب في الاشخاص؟ لا يا ستي قولي لي حد طبقه بطريقه صحيحه بس. سؤال، يلا ادينا النموذج لتطبيق الاسلام بطريقه صحيحه. العيب في الاشخاص مش في الاسلام، العيب في الاشخاص اللي طبقوا بطريقه صحيحه. طب يا ستي بس سؤال، مين يعني لو من ساعه ما النبي محمد مات والى اليوم ما في حد طبقه بطريقه صحيحه، كيف حضرتك متوقعه ان النهارده ممكن حد يجي طبقه بطريقه صحيحه؟ لا هو طبق، بس طبقه وفقا للسياسات. قولي لي بقى، قولي لي اسم حد طبقه بطريقه صحيحه. انا دول الخليج مطبقه شرع الله، حتى لو ما كانتش 100% بس عايش الفرد والمجتمع باحترام قوانين. اليوم تخرج في اي دوله؟ مبروك يا جماعه، خليكم زي دبي، خليكم زي دبي والبحرين يا جماعه. اكيد ان شاء الله احنا دول كلنا شبه الجزيره، اكيد احنا شبه الجزيره، كلنا احنا العالم كله من شأها اليمن، اكيد بتكون قدوه لنا واحنا قدوه لهم. طيب شيء طبيعي يعني، زي ما انت جزء من افريقيا، جزء من ليبيا وجزء من تونس، شيء طبيعي احنا نكون جزء من بلا عنصريه، بلا عنصريه لجاء. لا اللي اسمه يقول مصري واللي يقول افريقي عيب. هذا انسان، هذا انسان قبل ان يكون افريقي. انا ضد العنصرية، انا ضد العنصرية. افريقيا هذه قارة، خلينا نكمل. اسيا قارة يعني، هي قارة بتتكلم. هو يقول ضد العنصرية، مش انت بس يا معزوفة، كثير ما المصري المصري لديه اسم مازن، استاذ مازن. ما قال الاسلام لا فرق بين اعجمي ولا، كملي لا فرق بين ابيض ولا اسود في الاسلام. انتوا ليش مصرين ان الشماعة؟ طيب كملي خلاص وصلت المعلومه اللي تتحدثين يا بنات عنها. خلاص خلوها يا جماعه، اذا تحب تكمل كمل يا ابو علي، عشان ما حدا ينزلك. خلوا ابو علوي يتكلم، خلوا يعطوه راي. تفضل يا اخي. انت كملتي المعزوبه؟ لا عادي كمل، خذ راحتك. لا ابو علي لو سمحت صمت. كلام حضرتك ان المسلمين في الاسلام كلهم سواسيه غير صحيح، غير صحيح يا استاذ مازن، اعطوها مجال معزوفه تكمل. كلام حضرتك عن ان المسلمين لا فرق عن عربي على اعجمي الا بالتقوى غير صحيح، في حديث الامامه في قريش والائمه من قريش، حديث صحيح عن النبي محمد. انت اخي اخ مازن ملحد، يعني ما راح يعجبك اي قانون من الاسلام. احنا كمسلمين اللي موجودين نصلح في الاسلام. حضرتك قلتي كلمه معزوفه. طيب سمعيني يا معزوفه، الا بالتقوى غير صحيح. عندك انت غير صحيح، انت قلت الله مو موجود، تقول لي الحديث موجود ولا لا؟ من قريش. اخ مازن انت يعني وجود الله الخليفه لو يا معزوفه، هو سالك سؤال، اذكري جماعه، يا ملاك يا ملاك يا مازن، خلوها تكمل لو سمحتوا. خلوها تكمل يا استاذ ملاك. ثانيه واحده سؤال، اذكري مجموعه طبقه الاسلام، ولا ما تعرفوش؟ خلوها تكمل يا جماعه بليز. ايش فيها قريش يا معزوفه؟ كملي الاسلام صحيح عن النبي محمد الائمه من قريش، تعرفيه ولا لا؟ انت كنت موجود اثناء ما نزل الحديث، لانك مكذب انت الله والحديث والسنه والرسول، كيف تستدل بشيء انت مكذب الحديث؟ يعني حضرتك بتنكر الحديث صحيح عن النبي محمد؟ بالبنطق يا اخونا، لا تكذب شيء وتستدل منه، يا اما كذبته وكذبته. انا بس قالك، لا انا بقول النبي محمد قال هذا الكلام، بقول ان النبي، انا ما كذبته، هو قال هذا الكلام فعلا، قال الائمه من قريش. نحترم رايك. لا ما انا بقول ان النبي محمد قال هذه الكلمه يا معزوفه، بس معزوفه النبي ما كانت موجود عندكم. انت بتسمعي ولا ما بتسمعيش؟ لا ما بسمعش. من تسمعي؟ قال النبي مش موجود، كيف تستدل من انا قلت انه مش موجود؟ لحظة. امتى انا قلت ان النبي مش موجود؟ لحظه، طب هو موجود؟ طبعا كان في شخص اسمه محمد بن عبد الله يعيش في مكه من 1440 سنه. لا زي ما انا محترم لك انك اخ مازن ملحد، احترم ان هذا نبي، هذا اسم سيدنا محمد. وانا قلت حاجه عيب؟ وانا قلت حاجه عيب؟ الان بين مسلمين واحنا عاطينا كل حريه وما اعطي محترمين. وانا قلت حاجه غلط؟ يا معزوفه يا مازن، شخصنه تؤدي الى الانزال. وانا قلت حاجه غلط يا جماعه؟ انا بقولها. طيب. ايوه كان موجود، كان في واحد اسمه محمد بن عبد الله يعيش في مكه من 1440 سنه. كويس. طيب. بان الله هو الذي خلقك، تصدق ولا ما تصدق الان؟ فتقول لي لا يا استاذ، علاقه دوت بسؤالي عن الائمه من قريش ممكن ما تفسحش الان. انا لحظه، انا الان في صفحه الاخ اليمني نابض، مع احترامي له واحترام الجميع. طيب انا قلت له انا مش خلاص انت واضح ان انت ما عندكيش اجابه على سؤال الائمه من قريش. اوكي تفضلي كملي. طيب اعطوها تكمل، اعطوها مجال تكمل. طيب الان انا في صفحه الاخ اليمني النابض، تمام؟ وموجوده في البث،
وقلت له أنا لا أعترف لا في بثك ولا أنا موجودة أصلا، بس لك منشور موجود تنتقدني فيه، هذا منطق؟ لي أنا؟ مش... لا لا أنا بسأله هو، لما تدخل في مكان وأنت موجود فيه وتنفي إنك موجود فيه ينفع؟ لا ستي أنا ما نفيت إنه موجود أبدا، والله بقول لك كان مصدق إن كان محمد بن عبد الله يعيش. يا ستي افصلي، أنت شغالة بطاقة شمسية، افصلي شوية لحظة، أنا افصلي شوية، حاولي أنت عندك أذنين ولسان واحد، حاولي تسمعي مرة الكلام للآخر. إنك انتقدتني في صفحتك، يعني أنفي الله وأنفي الرسول، لكن الرسول قال يا ستي أنا ما نفيت حاجة، أنا ما نفيت شيء، أنت سمعتيني بنفي. لحظة، أنت ملحد، أنت ملحد أدري أو ملحد لا أدري؟ لا أدري. ها وبعدين يعني كفرت يعني أنت خلاص يا مازن، دعها تتكلم، دعوها تأخذ راحتها، تتكلم يا مازن. أنا مستغرب على الملحدين، لما كلام بسيط جدا، هي ادعت الدعاء، قالت أن لا فرق العربية على أعجمية إلا بالتقوى، وقلنا لها كلام غير صحيح، الأئمة من قريش كيف تردي هذا الموضوع؟ عندك إجابة على هذا التناقض؟ لا اسمعي الكلام كويس، عندك إجابة على تناقضك أن الأئمة من قريش؟ ما لهم أي قريش، أنت قلتي ما فيش قريش، كانت كلها أساطير قريش. مين اللي قال الكلام الفارغ ده؟ انا ما قلتش حاجه من دي، انا مالي ومال الاخرين، انا اللي بكلمك دلوقتي. قريش اللي كنت تقول انها تعبد الاصنام كانت موحده لنبي الله. يا ستي بلاش يا مازن دع بليز صمتوا، دعوها تتحدث، تتحدث هي ما زوف اساس نكون عادلين بينك وبين الشخص الملك اللي يتكلم، تفضلي. طيب هو خلاص الحين كيف تجيب ملحد يناقضك؟ لا لا انت طلبتي انه مثل ما اعطينا الملكي تكلم، اعطيناك وقت، خذي راحتك تفضل. تمام، يعني مش معقول لما يجي خاطبني ملحد يقول لي انا فعلا انا كفرت بوجود الله وكفرت بالرسول بالاسلام، ساستدلكم من داروين ونيوتن والجماعه حقتها، نقول لك تمام راح نناقشك، لكن تجي تناقشني من الدين وانت رفضته وانت كذبته، يعني على كيفك يستدل البخيتي منهم علماء ويقول انتم بعرض قريش؟ طيب انت كيف عرفت ان قريش اصلا موجوده اذا كان الرسول مش موجود عندك؟ يعني انت لما تخاطبوا، احنا مسلمين بس مش مغفلين، احنا اسلوبنا مسلم يعلمك الحوار بس مش مغفلين، سكوتنا نعطيكم فرصه تتكلموا بس مش تجحد قلت ناقشني في اللي جحدته، هذا كلام غير منطقي. يعني مش معقول اعطي الطفل لعبه واشلها عليه اقول له في ذاك الوقت هو يقول لك يا استاذ معزوف انا بناقشك على فكرك، الفكره تحملي هو كذا يقولهم يعني. طيب هو الحد، هو خرج من انا خرجت من صفحتك، اجي انت قلتها انا صفحتك ما عجبتنيش مثلا وطلعت منها، خلاص هي ما عجبتني تحملي هو الاسلام لما تجوع وبعدين ترميه؟ لا يعني لما تكون في حاله هو يقول لك انا ناقش افكارك، بس هو يقول انا ناقش افكارك، يعني اللي تتكلم أفكار افكاري مسلمه، افكاري افكارك افكار مليار مسلم، لا يمكن نرضى ان نحسب الرسول في وجودنا، لا يمكن ان نحيين الله في وجودنا، لا يمكن بالعقل ان هذا الكون الذي خلق عبث، إذا أنت خلقت عبثا. يا أبو محمد هو مين غلط على الرسول دلوقتي؟ أنا بتكلم بشكل عام. أي كلام تكرر أي كلام، مين غلط على الرسول دلوقتي؟ ما بتكلم عنك. أنا قصيتك يا أخ مازن، أنا بتكلم على الإلحاد بشكل عام، لما أقول الأخ مازن قال هذا الوقت لك الحق ترد. أنت ألحد حر، أنا لا يمكن أجي لك صفحتك أقول لك ليش ألحد أرجع في الإسلام، لا، لكن أنت تدخل تناقشنا كمسلمين نحن وإحنا نناقشك وناخذ ونعطي وتقول لي لا، أنتوا على غلط وإحنا على صح، طب أنت على صح تجي تهاجمنا ليش؟ إذا أنتم مقتنعين إن الإسلام غلط والتطبيق فيه الشرعية غلط، ليش أنتم جاهز زعلانين من كلمة إنه يطبق عليك الحد؟ لأن الإسلام موجود ولا الإسلام قوة، لازم نغير فيه هذا النظام، يعني أنتم مؤمن إن الإسلام موجود بشريعته، بس إيش؟ أنا خرجت عنه ولي نقاط ضعف، أريد أن أمارس الحد. طيب أجل رسالتك يا معزوف عشان الوقت، تفضل أجل، أنت أخذت أكثر من الملك إلى حد. الملحد هو حر في إلحاده، ما راح نتدخل فيه، والله يحاسبه في جنة أو نار أو يروح للبركان الأعظم أو لا دارون، هذا مشكلته حر، أما إحنا كمسلمين هذا إسلامنا، لن يتغير. طيب الإسلام سواء حتى لو حاورناكم حتى لو سمحنا لكم بالسب، الإسلام بقى زي ما هو، العلماني في اليمن تطبق وفقا للدين وفقا لعاداتنا كيمنيين نحن، وليس وفقا للغرب، لأن لسنا غرب ولسنا نحن جزء من أوروبا، نحن جزء من دول إسلامية بيننا، يا تطبق كما تطبق في الدول الإسلامية يا مرفوض عندنا كيمنيين. طيب أحسنتي يا معزوفة، أعطيناك وقت أكثر مما أعطينا الملك. 30 ثانية يا أبو محمد لو سمحت. شكرا لك شكرا وأسفنا على الإطالة، وأتمنى للجميع العفو إذا أسأنا أو غلطنا، أنا دافعت عن ديني. لا من حقك، وانا متعصبه لديني، يعني متعصبه للنخاع، سموني ارهابي سموني داعشي، انا تبع محمد بن عبد الله وتبع السنه،
يمنية من أهل اليمن، ما نرضى نسمح لحد يتكلم عن ديننا، يتكلموا عن اقتصادنا، يكتبوا عن فشلنا، يتكلموا عن سياستنا النقطة، نحن نرحب فيها، نناقشكم في كل شيء، لكن تناقشنا في الدين، آسفين، ما رح نقبل أي حد. لو كلمنا البخيتي لأنه جزء من اليمن، ولأن البخيتي كان أصلا مسلم وعنده نظرية، خرج البخيتي بسبب ضغوطات في اليمن، خرجت يطلع بريطانيا، يمكن نظرا يبحث عن حاجة اسمها جنسية، هو حر، لكن ما حد يجي من دول ثاني يقول لك أنت في اليمن غلط على الدين، لا إحنا على صح. والدين طيب. أمة 2 مليار يجب أن يحترم عندما تنفسه. أحسنتي يا معزوف، أحسنتي، بارك الله فيك، أعطيناك وقت أكثر ما أعطينا الملكي. يلا تسلموا تسلموا حياك الله. طيب أبو عيد، تفضل يا أبو علي. لا أنا طلب 30 ثانية يا أبو محمد. تفضل. طيب أولا على كل مسلم أنه هو يفكر في التناقض ما بين، لا فرق على بين عربي وعجمي إلا بالتقوى، أصاد الأئمة من قريش، واللي ينازعهم في هذا الموضوع الله يكتبه على وجهه في النار يوم القيامة. كل مسلم عليه أنه هو يفكر في التناقض ما بين الحديثين دول، كيف، لماذا القرشي له تفضيل أنه هو يكون الحاكم وغيره ليس بحاكم، إذا كان فعلا الإسلام يساوي بين كل المسلمين، ما أفضلية قريش، منين جابوا هذه الأفضلية، ما فضلهم على بقية العالم من المسلمين؟ ده السؤال رقم واحد. السؤال رقم اثنين اللي المفروض كل واحد يجاوب عليه، إمتى تطبق الإسلام الصحيح؟ واللي هيقول لي في خلافة، اللي هيقول لي في عهد النبي محمد، النبي مات من بعد النبي محمد، اقرأ تاريخك، اقرأ تاريخ الخليفة أبو بكر، تاريخ الخليفة عمر، علي، عثمان، اقرأ تاريخ كل الخلفاء وشوف كيف العشر مبشرين بالجنة تقاتلوا ورفعوا السيوف على بعض، كيف الخليفة عثمان ذبح في المدينة أمام وبين ظهراني بقية الصحابة ومنهم الخليفة علي اللي بعده، اقرأوا تاريخ، اعرفوا من طبق الإسلام الصحيح. إذا كان منذ وفاة النبي محمد وإلى يومنا هذا ما فيش حد عارف يطبق الإسلام ده صح، إزاي تضمنوا وإزاي بتطلبوا بتطبيق شريعة الإسلام إذا ما كانش في حد عارف يطبقها صح؟ شكرا جزيلا. يا مازن لا، في ناس طبقوا الإسلام مش عارف. يا مازن وين رحت؟ حنجي لك يا مازن، في ناس طبقوا الإسلام، داعش، طالبان. ملاك حنجي لك. أبو علي تفضل، معك دقيقتين لو سمحت. لا اليوم جد دور عندي، بس هو لي دقيقتين على الحرام بتسكر، بس عشان انه من باب العدل اللي بين الناس. تفضل. على طويل العمر اسمع، احنا نتحاور مع الملحدين وهذه الاشكال ليس بانه مبرر منا للحكام اللي باليمن او العصابات على راسهم الحوثيين والشرعيه والاخوانج، هذا ليس باننا معكم، فانتم والله ان اشرف لنا الملحدين هذولا ان نتبعهم اشرف من اعمالكم اللي تفعلوا باليمن. اشرف لك انت يا ابو علي، معليش يا ابو محمد لو قاطع. لا تقاطع يا مهيب لو سمحت، عشان لو سمحت خلي يعبر عن رايه. بيقول يا ابو محمد، بيقول الملحدين اشرف لنا، يعني خصص نفسه، يعني هو يتكلم عن نفسه يا مهيب، ما قال اشرف لكم اللي في القصف، خليه يتكلم الله يحفظك. كمل يا ابو علي. قرتك يا اخي، ليش تقاطعني؟ تفضل. أنا يمني أتكلم عن وطني، من حقي أتكلم عن وطني. لا من حقك قول ما شئت، تفضل. على العموم وصلت المعلومة، هذا ليس مبررا بأننا مع أحد الأحزاب، فوالله أن أكرر أن الملحدين أو الإلحاد أن أشرف لنا كشعب يمني من أن نتبع أحدكم أيها الأحزاب اليمنية من ميدي إلى الغيظة. وصلت المعلومة. أما السؤال الثاني، لدي أسئلة، اثنين أسئلة فقط. قد سألت الأخت ملاك قبل أمس أعتقد، بعد ما راح البخيتي أريد أن أقدمه. وين راح ذا؟ وين المصري؟ يا مازن، السؤال الأول اللي أبغى أسألك يا طويل العمر، ما قصد رسول الله دام وأنكم تقولوا أنه ليس رسول وأن غير موجود الله وكذا وكذا، طيب ما مصلحة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم من أن يدعي النبوة؟ إذا كان مصلحة لا حسب ما تقولوا، عشان مدري أي ايش حبوا الرجال، كان يحب مدري ايش صلوات الله عليه وسلم، فقد اعرضوا عليه اجمل بنات قريش، واعرضوا عليه الملك، واعرضوا عليه الاموال الطائله، ولكنه رفض، قال والذي نفس محمد بيده لو وضعتم الشمس في يميني والقمر في حراق في يساري على ان اترك هذا الامر، لما تركته ومات فقيرا وعاش فقيرا، فما مصلحته مثلا؟ اجبني. أولاً هو لم يعرض عليه الملك، وأتحداك أن تأتي بسند متصل صحيح بأن قريش عرضت عليه الملك. أنتم أمة المسلمين، أمة السند والدليل، أتحداك الآن أمام كل من موجود في البث
أن تأتي برواية واحدة بسند صحيح متصل أنهم عرضوا عليه الملك. هذا رقم واحد. رقم اثنين، النبي محمد لم يكن فقيرا، النبي محمد كان له الفيء، والفيء هي كل حصون وبيوت ومزارع يهود بني النضير وخيبر وغيرها، كانت له خالصة ولم توزع على المسلمين، وكان ريعها يأتيه سنويا. واقرأ تفسير الآيات المختصة بالفيء لتعلم صحة ما أقول. عند جميع المفسرين من أهل السنة، الفيء لم يكن من الأغنام، لم يكن ليوزع على المسلمين، الفيء هو ما أفاء به الله على النبي محمد. كل حصون ومزارع وبيوت التي أفاء بها الله عليه بدون غزو، مثل حصون ومزارع وبيوت بني النضير وخيبر وغيرها، كانت له خالصة ولم يبعها. وهذه هي ما طلبت به فاطمة أبو بكر عندما توفي أبوها، وقال لها الأنبياء لا يورثون، لأن كان لها إرثا كبيرا، وكان الريع السنوي يدخل للنبي محمد. هو كان كثير الإنفاق، ولكنه كان لديه ريع السنوي من هذه المزارع والبيوت والدور والحصون التي أفاء الله بها عليه. لو سمحت أبو محمد تكلم يا مازن، إن الرسول كان كثير الإنفاق. يا مهيب الله يحفظك، حي دولك وتكلم. والادعاء بأن الرسول فقير، والادعاء بأن الرسول فقير يخالف نص طريق القرآن أن الله أغناه. طيب هو يتحاور مع شخص وانت هاجي دورك، ما عندك مشكلة يا حبيبي. يا حبيبي اسمع يا مازن، انت من اي مصدر تجيب هذه المعلومات؟ احنا عرب مسلمين توارثنا هذه الاشياء كابرا عن كابر حتى وصلت الينا، لكن انت من اين تأتي بهذه المعلومات؟ افتح اي تفسير على مزاجك الان، وهات ايات الفيء، وهات ايات الفيء تمام، ونشوف دلوقتي حالا التفسير بيقول ايه في ايات الفيء. تفسير أول ما نزلت في بني النضير. يعني أنت معترف أن في القرآن؟ وقلت لك قبلها أتحداك أن تأتي برواية واحدة بسند صحيح متصل أن قريش عرضت عليه الملك أو الحكم. وبالمناسبة قولك بأن النبي فقير يخالف صحيح القرآن وصريحه، وجدك عائلا فأغناه وجدك عائلا فأغناه. كل هذه الأساطير حول أن النبي كان فقيرا يخالف صريح القرآن. الله أفاء عليه بالبيوت والدور والمزارع بموجب صحيح آية الفيء. ارجع لأي أي تفسير الآن، من ابن جرير الطبري لابن عاشور. بعد إذنك يا أبو علوي لو سمحت، خليني أتداخل مع مازن. لا لا لا، نبغى الرسول يا مهيب إذا يسمح أبو علوي ما عندك مشكلة، إذا ما يسمح لا. بعد إذنك يا أبو علوي، بعد إذنك. أول حاجة شوف المغالطة الكبيرة لما يقول لك إن في زمن الرسول كان في دور. أول حاجة ما كان في دور في زمن الرسول، كان معهم خيام وعشاش. لا لا يا مهيب كانت زوجة التاجري، كيف كيف؟ لا هذه قابلة. السؤال الثاني، أنا أتحداك أنت تدالي رواية بسند متصل إن الرسول كان كثير الإنفاق. تفضل. طيب، الرسول كان كثير الإنفاق، ده حقيقي. وكان ينفق في على اليتامى وعلى الأرامل وفي تجهيز الجيوش. ارجع لتفسير سورة الحشر عند أي مفسر، وكانت سورة الحشر بقول ابن عباس تسمى سورة بني النضير، تمام، وده أيضا ثابت عند جلال الدين السيوطي في الإتقان في علوم القرآن، لأنها نزلت في بني النضير. واقرأ تفسير سورة الحشر عند أي مفسر تختاره الآن، قديم أو متأخر، لتعلم أن الفيء من دور وحصون ومزارع بني النضير وخيبر وغيرها، كانت خالصة لله ورسوله. وطبعا الله ما حدش هيديله الإيجار، فهي كانت كلها بتروح للرسول، تمام. فكان له ريع سنوي يدخل من هذه الدور. وقرأ عن عندما ذهبت فاطمة بنت محمد إلى الخليفة أبو بكر الصديق إثر وفاة أبوها النبي، تمام، لتطلب ميراثها، فقال لها الأنبياء لا يورثون. فإن كان النبي فقيرا، فماذا كانت تطلب فاطمة؟ ما الميراث الذي كانت تطلبه فاطمة من أبي بكر؟ اقرأوا تاريخكم يا جماعة، اقرأوا قرآنكم يا مازن. طيب خلاص ما بنتفق معهم بهذا الشيء، لأن عندهم مصادر، احنا عندنا مصادر. اوكي، باقي لي سؤال انا بطلع.
بطلع لو سمحت. السؤال دام وانت يا مازن انت وكل من يتبعكم ودكتور علي البخيتي. مختصر يا بس عشان في واحد كاتب تحت اليهود نقضوا العهد. عزيزي اقرأ وثيقة المدينة التي وقعها النبي محمد مع اليهود، ستجد أنه وقع الوثيقة، وتجد هذه في كتاب وثائق العهد النبوي للباحث محمد حميد الله، فيه نسخة وثيقة المدينة بسندها الصحيح المتصل، تمام؟ هتجد أن اليهود اللي وقعوا مع النبي صحيح بني النضير بني قريظة بني القينقاع لم يكونوا ضمن اليهود الموقعين على وثيقة المدينة أو معاهدة المدينة، وعليه فاليهود لم يخلفوا عهدا لأنهم لم يكونوا من المعاهدين أصلا، فهذا أيضا ادعاء خاطئ. أيضا مرة ثانية اقرأوا تاريخكم. أوكي أوكي أوكي. أنا السؤال الأخير أسمع يا مازن، هل بإمكانك أن تتحدى الله أمام الجمهور الموجود بأن يضرب كما تحداه النمرود وضربه إن كان إلها لنا نحن المسلمين؟ أبغاك تتحداه الآن أمام الكل لأنه يضربك ويجعلك عبرة كما جعلنا النمرود. الله أنا هل تتحدى الله؟ أنا سأظل عايش بكرة وبعده 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 وبعده، إيه رأيك؟ هل أنت موافق أن تكون عبرة لنا أمام الله أنك تتحداه يسوي لك اللي يقدر عليه؟ أنا موافق عبرة لكم وللكل. أنا موافق أن أكون عبرة لكم وللكل. أبو علي ويسيلة لا أبغى يجاوبني، لا تهرب يجاوبني بصراحة. هل تتحدى الله كما تحداه النمرود؟ قل لي كذا. أنا موافق. قل أنا أتحدى ربكم إن كان لكم رب يا مسلمين، يلا قولها أمامنا. أنا أتحدى ربكم إن كان لكم رب يا مسلمين، وأنا سأظل على قيد الحياة وسأصحو من نومي غدا وسأذهب إلى عملي غدا وسأعود منه سالما آمنا غانما، وأتحدى الله أن يصيبني بأي شيء. الله أكبر، تحياتي لكم، مع السلامة. طيب يا دبلي تفضل. دبلي أتقلكم في بس غدا صباحا وغدا مساء، يلا تفضل يا دبلي. يا أبو عزوي هذه مش حلبة مصارعة، احترموا هذا حوار إنكار نقاش وأفكار. تفضل يا دبلي. طيب تفضل يا مهيب لأنه ما عندي وقت، نزلوا دبلي خلص. يا مازن يا مدي أبو محمد لحظة. تفضل يا أخي، أنا قاعد أنادي عليك أنت مصمت، تفضل. المعذرة بس عطني 5 دقائق. تفضل يا مهيب. انا ولا الاي انت تفضل. انا ايش تسال الاخ مازن؟ ما هي التجاره التي كان يتداول بها المسلمون ايام الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ومن اين السؤال الثاني؟ ومن اين استسقى ان فاطمه طالبت بميراثها؟ اين السند الصحيح واين الروايه الصحيحه؟ قلت اقرأ عند أي مفسر لسورة الحشر، اختر التفسير الذي تريد. اقرأ عند أي مفسر، أنت بتطرح فكرة أنه روح عند ابن جرير الطبري، روح عند شيخ المفسرين ابن جرير الطبري الآن، افتح تفسير ابن جرير، افتح جامع البيان لابن جرير الطبري، ستجد الرواية بسندها الصحيح المتصل، بسيطة سهلة. يا محمد الجماعة هذا بيطرح علينا أفكار ولما نسألهم يقول لك روح اسأل. طيب انت مش اسال، بقول لك اكتب على جوجل، اكتب على جوجل الان اكتب على جوجل جامع البيان ابن جرير الطبري، ادخل داخل التفسير من تليفونك، ما بقولكش روح اسال من تليفونك، موجود على فكره نسخه رقميه من تفسير ابن جرير، ادخل على تفسير سوره الحشر واقرا ايه الفيء، هتقرا بالكامل بكل اسانيد الروايه. وعايز ابن جرير مش عايزك روح عند ابن كثير، ابن كثير مش عايزك روح عند الرازي، الرازي مش عاجبك روح عند المفسر اللي يعجبك. ما في مفسر للقرآن من أهل السنة إلا ما فسر آيات الفيء بهذه الطريقة وأتى بالأسانيد فيها. أي مفسر، بقولك أي مفسر من ابن جرير وصولا لابن عاشور. هنا كان ودنا يا معيب تستفيدوا من الموضوع العلماني لكن تتجرون مجال آخر. يعني يا استاذ يا ابو محمد احنا ايش نستفيد من العلمانيه؟ لكن الاخوه يا ابو محمد ابو محمد تفضل يا ملا. تفضل يا ابو محمد. اولا لما انسان يقول تحدي والفاظ بذيئه انت نزله مباشره علشان يكون الحوار ارقى من ما كان عليه. خليني السؤال الأول ما جاوبني عليه مازن، سألته ما هي التجارة المتداولة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ كانت زوجة التاجر.
نسأل خديجة ماذا كانت تاجرة. يا أخت ملك، يا أخت ملك، أنا أسأل مازن. طيب شوف يا عزيزي، التجارة، التجارة لم تكن منذ عهد النبي محمد. التجارة وكان له مزارع. خلاص خلاص، سمعت سؤالك الأول، سمعت سؤالك الأول. التجارة، التجارة كان هناك الكثير من التجارة. مكة كانت هي المركز التجاري والديني لكل التجارة القادمة من اليمن ومن الحبشة إلى فارس والشام، ومن فارس والشام نزولا إلى اليمن والحبشة. كانت كل القوافل التجارية إلاف قريش رحلة الشتاء ورحلة الصيف. وكان من أنشأ هذا الإلاف كان هاشم جد النبي محمد، هو الذي أخذ الإلاف من القبائل، وأخذ ما تسمى اليوم عقود احتكار تجارية لكل تجارة.